لطالما تعالت في فضاء شارع الرشيد أقدم شوارع العاصمة العراقية بغداد، معزوفة النقر على النحاس من سوق النحاسين أو سوق الصفافير كما يطلق عليه باللهجة العراقية، فالصفر في اللهجة العراقية هو النحاس. تلك الأصوات كانت ناجمة عن عملية تطويع المعدن لصنع الأواني المنزلية وأباريق الشاي والملاعق وإطارات الصور والفوانيس النحاسية المنقوشة بالزخارف وغير ذلك. ويعتبر هذا السوق من أقدم الأسواق في بغداد، وما لبث حاضراً في الأمثال التي يتداولها سكانها على امتداد الأزمان الماضية. سوق الصفافير يعني قديم، أواخر الدولة العباسية بنى، يعني صار له 600 سنة حوالي. وكان سوق الصفافير كله دق الصفر والمشارب والمواعين الصفر، ما كان أكو بلوى الفرفوري. هاي ده حكي قبل 60 سنة. أنا من مواليد 41، هسه عمري 80 79، جو 80 يعني فاضل من عمري 10 سنين أنا بسوق الصفافير، حوالي 70 سنة. يعني أعرف المكان وأعرف الأيام كانت حلوة، الدنيا حلوة، وخاصة السوق لما كان واحد يتزوج رأسا الجهاج يروحون للسوق يشتروا له المشربة والصينية والطشت واللقن والمشربة الصغيرة. يعني أتذكر بيها قبل حوالي 70 سنة. وكانوا من الألوية كلها يجون السوق الصفار يشترون، يشترون السوق الصفافير، يريد يتزوج، يريد يأثلف يعني. ومن العظماء جو إلى سوق الصفافير كان نور السعيد، يجي سوق الصفافير يباوع ونتلقى الوالد طبعا يجيب له كم يقعد. وأتذكر أيام العفو ب53 أنا كنت برا شارع والعربان الملكية وقفت التاير. ليش أتذكر اللقطة؟ عبد الإله والملك طبوا بسوق الصفافير، شو قضى وقت لما تصلح الويل. هاي يمكن اعتقد ب 52 ب 52، يعني من العظماء كبار الشخصيات. فرقة يوسف وهبي جت جو يشتروا بسوق الصفافير اشياء الصفر، وبعد أمينة رزق وياهم يوسف وهبي، ومن ذاك من الممثلين كريك دوغلاس امريكي، هذا هم اجى سوق. كان هذا يجون سواح ناس يجون في ازمان مضت. كانت سيمفونية الازاميل والمطارق تصدح بين زوايا الشارع الطويل بلا انقطاع حتى ساعات المساء، لكنها اليوم تراجعت إلى حد كبير. العمل في هذه المحال ينقسم بحسب مراحل الإنتاج، فهناك من يضرب على قطع النحاس حتى تأخذ شكلها المطلوب، وهناك من ينقش عليها باستخدام المطرقة والإزميل، وبينما يختص الآخرون بتصميم الزخارف التي تنقش على صفائح النحاس، ينشغل الآخرون بصقل المنتج بعد زخرفته وتلميعه، أو يلون بعض أجزاء الصفائح المطروقة لتضفي لمسات فنية أكثر جمالية على الأواني، وبعضهم يرصعها بالأحجار أو يطليها بالميناء. شغل سوق الصوافير مختص بالنحاس والأنتيكات. أول مرة قبل سابقاً كانوا يشتغلون أدوات المنزلية، يعني كل بيت هسه لا انقرضت هاي الشغلة، بقص كتحفيات يأخذوها. المهنة توارثتها من أبويا وأخوي وجدي، هم صفوان يعني من جدي من أبويا إلى أخوي الكبير وأنا أصغر واحد، استلمتها من سنة 92 أشتغل بالنقش وبالصفوان. ورغم تراجع حركة هذا السوق، فإن وتيرة العمل هذه لم تتغير كثيراً. ربما منذ إنشاء السوق في عصر الخلافة العباسية بالقرب من المدرسة المستنصرية التي كانت جامعة لعلوم ذلك الزمن. ويعود تأريخ سوق الصفافير في بغداد إلى القرن 13 الميلادي، فترة الخلافة العباسية،
وبالتحديد إلى عهد الخليفة المستنصر بالله الذي أمر بإنشاء أسواق عدة متخصصة كأسواق الوراقين والبزازين والعطارين وسوق الصفافير، وكان الغرض من إنشائها هو توفير المتطلبات اللازمة لطلبة وأساتذة المدارس في ذلك الوقت. تأسس هذا سوق الصفافير من المدرسة المستنصرية زمن العباسيين، كانوا هذا شنو تطور هذا السوق ويا المدرسة. بالسبب شنو؟ أنه كانوا يحتاجون الأواني الجدورة، فشنو يجهزون المدرسة المستنصرية من الأواني والجدورة والكتالي اللي يستخدموها بالطبخ. وراها تطور هذا السوق، يعني جت بالمرور قام يستخدموا الغير شيء هذي من طلع الفافون والبني، فشوي قامت تخفت هاي الصفر. وراها صار سوق الصفافير شنو كتحفيات، يعني كتذكاريات، يريد يودي هدية، يريد تذكار، يجي سوق الصفافير. كان سوق الصفافير يمدهم بما يحتاجون من فوانيس وقناديل وغيرها من الأواني والقدور وغير ذلك. ويذكر الذين تعرضوا لتأريخ بغداد أن السوق كان مكانا مناسبا لتعويد الخيول العسكرية على ضجيج المعارك، إذ كانت تمرر في السوق وسط ضجيج طرق المعادن لكي لا تفر أثناء الحروب عند سماعها صليل السيوف. لقناة بابلون الفضائية.